أنا المهندس عادل محمد شعبان من جمهورية مصر العربية. أنا موجود في البلد من سنة 96، والحمد لله أنشأت شركة المبدأ لمقاولات البناء في عام 2008، وشركة الهدف للمقاولات في عام 2014 بإمارة دبي. وطبعا احنا بنتقدم بالتهنئة لجميع حكام الإمارات وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد ونائب الحاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطال الله عمره، وحاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القسمي، وجميع حكام الإمارات بنتقدم لهم كلهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الاتحاد 49، ونتمنى دايما أنهم يظلوا في الاتحاد وفي التعاون والتماسك اللي بتتمتع به دولة الإمارات، واللي انعكس علينا إحنا كأصحاب استثمارات وشركات خاصة بالنجاح في الدولة في ظل الاتحاد الموجود في الدولة. احنا انشأنا طبعا، احنا نفذنا مشاريع كتيرة في الدولة، نفذنا مشاريع حكومية ومشاريع خاصة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، مع دائرة الأشغال، وزارة الداخلية، وطبعا مشاريع خاصة فيلل وبنايات. المشاريع الحكومية متعددة طبعا، في مدارس، في مستشفيات، في مساجد، في مباني حكومية متعددة في كل الإمارات، شارقة، عجمان، راس الخيمة، أم القوين، كل الإمارات يعني. فطبعا سبب نجاحنا واستمرارنا في الدولة الاتحاد اللي موجود في الدولة وقوانين الدولة اللي بتسهل لينا كمستثمرين ان احنا ننجح ونستمر في الدولة بالتقدم والنجاح اللي احنا فيه. فطبعا لازم نتقدم لهم بالشكر والتهنئة، وندعو الله سبحانه وتعالى انه يديم على دولة الامارات الاتحاد والامن والامان اللي بتتمتع به، وكذلك على جميع دولنا وبلادنا العربية. وكل عام وانتم بخير.